خلونا دلوقتي نروح لأخبارنا العالمية ونبدأ من عند أحمد حجازي، محترفنا طبعا في نادي اتحاد جدة السعودي واللي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين عن شهر أغسطس الماضي بعد تفوقه على كافة المرشحين بناء على معايير فنية تم الاعتماد عليها في الاختيار. رابطة المحترفين السعودية أعلنت عبر موقعها الرسمي وقالت نجح السربي فوك رافيتش مدرب نادي الفيحاء والمصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي وحارس مرمى كمان نادي الفيحاء ومتعب الحربي لاعب نادي الشباب في حصد جوائز الأفضلية لشهر أغسطس للجولات الثلاثة الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. قدر مع أحمد حجازي من تسجيل هدفين زي ما احنا عارفين لفريق الاتحاد في ثلاث مباريات أمام كانوا الرائد والفيصلي في الجولتين الثانية والثالثة واحتل بيهم وصافة الهدافين هناك. طبعا أحمد حجازي دلوقتي طبعا موجود في معسكر المنتخب، كان في كلام عن النادي الأهلي الفترة الأخيرة أنه بيفكر في أحمد حجازي، النادي الأهلي ما بيفكرش في أحمد حجازي، طبعا لاعب كبير أكيد أكيد أي نادي بيتمنى وجود أحمد حجازي ضمن صفوفه، لكن النادي الأهلي عنده كوكبة من المدافعين الكتير جدا، يعني ما كانش في مفاوضات رسمية من النادي الأهلي تماما، كان في بعض المفاوضات الموسم الماضي لكن النادي الاهلي قدر ان هو يستقطب طبعا بدر بانون. النادي الاهلي دلوقتي بيضم كوكبه من اللاعبين في قلب الدفاع، يعني عندنا نقدر نقول ايمن اشرف، بدر بانون، ياسر ابراهيم، سعد سمير، رامي ربيع، محمود متولي، ممكن كمان محمد عبد المنعم المعار من النادي الاهلي يرجع كمان الفتره اللي جايه، خلاص احمد رمضان بيكم راح اعاره لسموحه في صفقه حسام حسن زي ما شفنا، يعني النادي الاهلي عنده كوكبه من اللعيبه في قلب الدفاع فبالتالي اكيد مش هيفكر في قلب الدفاع في الفتره المقبله.